بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، كثير من الناس يمرض ويستعجل الشفاء، وكثير من الناس يدعو الله فلا يستجيب له. طيب، ما هو الحل؟ لماذا؟ يعني هل الله عز وجل عندما نجد أن النعم تنزل على الملحد، طبعا النعم نقصد بها النعم الدنيوية، المال والصحة والأولاد والتكنولوجيا، تجدها على الملحد. المؤمن نجد أنه يمرض أحيانا، يبتلى أحيانا، ويدعو الله وتتأخر الإجابة. طيب لماذا؟ طبعا أنا أحب أن أخاطب كل إنسان مبتلى، سواء بمرض أو ببلاء، ظلم، يتعرض لظلم من أهل بيته، من الآخرين، يتعرض لأذى من أقرب الناس إليه، يتعرض لشدة، حاله واقف، رزقه ضيق، أنواع البلاء كثيرة جدا أيها الأحبة. قد يكون إنسان لديه ولد عاق يؤذيه، لديه زوجة مؤذية، قد تكون إنسانة زوجة لديها زوج يؤذيها، أو ابن، أو أخ، أو أخت، أو قريب أو بعيد. طيب أنا أحب أن يعني أنظر إلى هذا الموضوع من وجهة نظر أخرى، من وجهة نظر نبوية. يعني النبي ماذا أوصانا؟ كيف كان ينظر النبي للمرض؟ دعوني أقرأ هذا الحديث المريح جدا أيها الأحبة. أولا، قبل أن أقرأ الحديث، لماذا خلق الله المرض؟ يعني من الذي خلق مرض السرطان؟ من الذي خلق البكتيريا والفيروسات؟ من الذي يسير الكون؟ من الذي يرزق الناس؟ من الذي يتحكم بالكون؟ هو واحد، هو الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا المؤمن يؤدي صلاته ويؤدي كل شيء، ويذكر الله ويتضرع إلى الله. طيب، في حالة المرض كيف أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نفكر؟ الآن دعوني أتأمل معكم ماذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله. إذن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، صلى الله عليه وسلم. والله حديث مريح جدا للنفس، مريح لكل مبتلى. نستطيع أن نجيب الآن أخي الحبيب، لماذا خلق الله المرض؟ ليطهرك أيها الإنسان، لأن هذه الدنيا فيها إغراءات كثيرة، فيها زينة، فيها لهو، فيها عبث، فيها ظلم. إذا أكرمك الله بالمال قد تبغي، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان عندما يستغني ويمتلك المال يطغى. طيب هنا أيها الأحبة، هذا الحديث بكل بساطة ولكي لا أطيل عليكم، يعطينا بشرى لكل مؤمن. إذا مرضت، اعلم أن هذا المرض والبلاء والوباء والفقر والنقص والأذى والظلم، كل هذه الأشياء هدفها أن يطهرك الله لتخرج من هذه الدنيا كيوم ولدتك أمك. هل يوجد أجمل من ذلك؟ إذن يجب أن ننظر إلى المرض أخي الحبيب نظرة ليست متشائمة، نظرة إيجابية. بنفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام أوصاني أن أعالج نفسي، تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. فالعلاج مطلوب والطب النبوي موجود، ولكن مع العلاج يجب أن تنظر إلى المرض بهذه النظرة الرائعة، نظرة نبوية رائعة جدا. أرادك النبي أن تكون مرتاح نفسيا. كلما ابتليت قل الحمد لله، كلما ابتلاك الله بأمر بشر قل الحمد لله، واعلم أن البلاء سواء في نفسك أو في مالك، ضيق الرزق وضيق الحال ووقف الحال،
أو في ولدك، ولد مريض، ولد عاق، ولد، أنواع البلاء كثيرة. كل هذا هدفه أن يطهرك الله من الذنوب لتخرج من هذه الدنيا نقيا طاهرا وتلقى الله عز وجل وهو راض عنك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المعلومات وأن يجعلنا ممن طهرهم الله وأراد أن يطهرهم ليعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.